فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. من أسرار الوورد إدراك خط فاصل، وهو أنك في حالة لو أردت أن تظهر خط فاصل إما للترويسة أو للفصل بين الفقرات أو لأسباب أخرى، فهناك عدة تقنيات وعدة اختصارات وعدة أشكال للخطوط، فتابعوا معنا. أولا، لو ضغطت على شيفت 3 يظهر لك رمز الهاشتاج أو الشباك، اضغط عليه 3 مرات ثم اضغط انتر يظهر لك خط بهذا الشكل. ثانيا، لو ضغطت علامة السالب أو الناقص 3 مرات ثم ضغطت انتر يظهر لك خط بهذا الشكل. ثالثا، لو ضغطت شيفت اندر سكول 3 مرات وضغطت انتر سوف يظهر لك خط اسمك قليلا من الخط الذي يأتي بالسالب او الناقص بالشكل ده. رابعا، لو ضغطت 3 مرات على علامة النجمة او الضرب ثم ضغطت انتر يظهر لك خط بهذا الشكل. خامسا، لو ضغطت 3 مرات على علامة يساوي ثم ضغطت انتر يظهر لك خط بهذا الشكل. سادسا، لو ضغطت 3 مرات على شيفت زد والكيبورد باللغة العربية يظهر لك خط بهذا الشكل، ولك أن تختار الخط الفاصل الذي يعجبك من 6 فواصل مطروحة لديك طبقا لما يناسبك. وشكرا. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.